نهارنا يلي بلش اليوم بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا وجو صافي بيتحول ابتداء من الظهر إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال أمطار متفرقة بشكل خاص بالداخل وعلى المرتفعات وبكفي غائم طقس بعض المدن العربية والعالمية. وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة لتفاصيل وتأكيد أكثر عن طقس الأسبوع الجديد. متقلب عم بيسيطر على منطقتنا. الاسبوع الجديد بلش بجو صافي الى غائم جزئيا، وبما انه طقسنا مثل ما عم بتلاحظوا عم يتغير بسرعه، تابعوا نشرتنا يوميا لنخبركم عن كل التفاصيل او التغييرات يلي معقول تطرق على الاجواء. اتجاه الهواء غربي لشمال غربي، والحراره على الساحه بتتراوح بين 10 و 15 بجوله سريعه على طقس